إلى ملفنا الثاني، حيث وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا برفقة ضباط عسكريين كبار من بينهم رئيس الأركان، وذلك للاطلاع على انتشار القوات التركية الموجودة في ليبيا وتفقد وحداتها. هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع عودة التهديدات باستئناف القتال إثر تلويح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بإشعال حرب جديدة ضد ما وصفه بالوجود التركي في ليبيا، وحشد قواته على بعض الخطوط وخطوط التماس في مدينة سرت. هذا التصعيد الميداني جاء بعد قرار البرلمان التركي تمديد نشر القوات العسكرية التركية في ليبيا ل18 شهرا جديدا. في المقابل ذكرت حكومة الوفاق الليبية أنها مستعدة للرد على أي خرق لوقف إطلاق النار، محذرة من رغبة بعض الأطراف التشويش على مسار الحوار السياسي الجاري برعاية أممية. معي للحديث حول هذه التطورات المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق إلى المغرب دكتور جمعة القماطي. دكتور جمعة، بداية حول هذه الزيارة اللي يبدو بأنها رفيعة المستوى عسكريا، وزير الدفاع التركي، رئيس الأركان، قائد القوات الجوية وحتى البرية كما قرأت، ما أسباب هذه الزيارة لكل هؤلاء المسؤولين العسكريين الأتراك الكبار؟ نعم، بداية تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. لا شك أنها رسالة سياسية وعسكرية قوية جدا، خاصة بعد أيام قليلة من تصريحات حفتر وعن ترياته بأنه يريد أن يدخل في حرب جديدة وأن الحرب هي مع التواجد العسكري التركي في ليبيا. أولا، التواجد العسكري الحقيقي الأجنبي في ليبيا هو تواجد الميليشيات المتعددة الجنسيات من أكثر من جنسية، فاغنر الروس، الجنجويد من دارفور، من تشاد، من سوريا وغيرها. وهذا الكلام قالته مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عندما قالت أن هناك قرابة 20,000 مرتزق في ليبيا، نحن نعرف أنهم كلهم يقاتلون إلى جانب حفتر. أما التواجد العسكري التركي في ليبيا الذي يلوح له حفتر فهو بناء على اتفاقية عسكرية أمنية شرعية وشفافة تمت في نوفمبر الماضي، نوفمبر 2019، أمام كل العالم بين دولة تركيا وبين حكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها دوليا. والتواجد العسكري التركي هو في شكل المئات من الضباط والخبراء والفنيين والمدربين الذين يقدمون الدعم الفني واللوجستي والتدريبات المهمة لقوات الجيش الليبي، قوات حكومة الوفاق الوطني. ولعل تخريج دفعات جديدة اليوم من الضباط من كليات مختلفة هو دليل على هذا التعاون المهم. وبالتالي هذه الزيارة هي أيضا استمرار للتنسيق المستمر على مستوى وزارتي الدفاع في تركيا ووزارة الدفاع لحكومة الوفاق الوطني، والتنسيق في تطبيق الاتفاقية الأمنية وفي تعزيز التعاون والدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق. كل ذلك هل يكفي أن نقول بأنه رسالة لخليفة حفتر الذي هدد تركيا قبل أيام في كلمة له في بنغازي وخيرها بين الانسحاب السلمي حسب تعبيره أو الحرب؟ هل فقط إرسال رسالة لحفتر بأن الوجود العسكري التركي هو وجود رسمي يقتضي وجود كل هؤلاء الضباط الكبار؟ التنسيق يتطلب وجود كل هؤلاء الضباط الكبار. التنسيق العسكري بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية هو على مستوى عالي جدا، وفيه كثير وكثير من التفاصيل، والتعاون في التدريب والتأهيل وإعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا يتم على كل المستويات. وبالتالي كل هؤلاء القادة العسكريين الذين جاءوا من تركيا هم لهم تنسيقات مع مدرائهم في ليبيا. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا هو أنها أيضا رسالة عسكرية قوية أن تركيا موجودة في ليبيا وجود شرعي قانوني، وأن موجودة وفق اتفاقية مع حكومة شرعية، وأن وجودها هنا هو لتقوية حكومة الوفاق الوطني ولردع أي عدوان انقلابي جديد كمثل الذي فعله حفتر في أبريل 2019. تركيا في ليبيا تدعم الشرعية، تدعم دولة مدنية، تدعم
التحول نحو دولة دستورية ديمقراطية، بينما الدول التي تدعم حفتر تدعم مشروع عسكري انقلابي للسيطرة والانقضاض على السلطة بالقوة. تركيا تقول علنا ووفق اتفاقيات رسمية أنها تدعم حكومة الوفاق الوطني، بينما الأطراف الأخرى التي تدعم حفتر مثل النظام المصري، مثل روسيا، مثل الإمارات، ينكرون أنهم يقدمون أي دعم عسكري لحفتر. ومع ذلك هم يلتقون بحفتر، هم يلتقون بحفتر. هذه اللقاءات الأخيرة التي أجراها حفتر مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، هل يبدو بأنها تؤشر ربما بأن حفتر يجهز لعملية عسكرية بعد معلومات على الأرض بأنه يجمع قواته؟ يعني قد تفهم في هذا الاتجاه وقد تفهم في اتجاه آخر مغاير تماما، وهو أن النظام المصري لا يريد الآن من حفتر أن يدخل في مغامرة عسكرية جديدة مصيرها الفشل كما كانت المغامرة الأخيرة في الحرب على طرابلس. نحن نعلم أن النظام المصري وروسيا ينظرون الآن إلى الملف الليبي وإلى الأزمة الليبية في إطار أن الحل السلمي والحل السياسي هو الأفضل، بعد أن رأوا أن المغامرات العسكرية قد فشلت تماما. ربما دولة الإمارات هي التي ما زالت تحث حفتر على المضي في التأزيم وعلى المضي في الحرب، لأن دولة الإمارات لا تريد لليبيا أن تستقر أبدا. وبالمناسبة هناك معلومات ربما ترشح غدا وتتأكد بأن هناك وفد مصري على مستوى وكيلي وزارة الداخلية والدفاع وبعض الشخصيات وبعض القيادات الأمنية قد تصل إلى طرابلس غدا، وإن صح هذا الأمر وتأكد غدا فهذه أول مرة منذ 2015 منذ الاتفاق السياسي وظهور حكومة الوفاق الوطني التي يصل فيها وفد رسمي من دولة مصر إلى طرابلس. ما دلالة ذلك إن تم؟ يعني هل يؤشر لبداية تخلي مصر عن خليفة حفتر؟ نعم، دلالات ذلك بالتأكيد أن مصر الآن تعيد حساباتها، تعيد استراتيجيتها، أن مراهنتها العسكرية بالكامل على حفتر ووضع كل بيضها في سلة حفتر هو رهان خاسر، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيه تواصل مع شخصيات سياسية وأمنية من طرابلس. مصر استقبلت في الشهور الماضية عدة شخصيات أمنية سياسية وبرلمانية من غرب ليبيا تقف ضد حفتر، وكان الحديث من الجانب المصري لهؤلاء الشخصيات وهؤلاء الوفود المختلفة أن مصر تسعى إلى وتدعم حل سياسي وربما تراهن على شخصيات مثل عقيلة صالح وآخرين، ولكن لنرى وننتظر الأسابيع والشهور القادمة. طب في انتظار ذلك، المشري خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة يقول أنه إذا فرضت الحرب فهذه المرة سوف ينهون مصدرها وليس فقط صد العدوان، ويلتقي مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق. هل يمكن قراءة هذه التصريحات في ضوء الرد على تهديدات خليفة حفتر أم التحضير فعلا وجهوزية قوات حكومة الوفاق لأي معركة؟ أولا، حكومة الوفاق الوطني لا تحضر لأي هجوم أو فتح للحرب من جديد، ولكنها تجهز وتستعد وهي في كامل الجاهزية لردع أي عدوان جديد. هذه النقطة الأولى. حكومة الوفاق الوطني ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شهر أكتوبر من خلال مسار 5+5، وأنها ملتزمة ببنود هذا الاتفاق وتطبيقها، وعلى رأسها سحب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 90 يوم. ثانيا، قرار الحرب من جانب حفتر حقيقة لا يملكه حفتر شخصيا، الأمر الآن أكبر وأوسع من حفتر. هناك الروس الفاغنر يتواجدون بالآلاف إلى جانب حفتر، يسيطرون على مناطق التماس في حقول النفطية، في سرت، في الجفرة، في براك الشاطئ في الجنوب، ويتمركزون في خطوط التماس، وبالتالي حفتر لا يستطيع أن يأمر الروس بأن يبدو حرب. هذا سيكون قرار روسي، وإذا ما قررت روسيا ذلك هل هذا في صالح روسيا ومصالحها؟ وماذا عن التنسيق مع تركيا والتفاهمات ما بين روسيا وتركيا؟ ماذا عن التغير في الإدارة الأمريكية الذي سيحدث بعد حوالي 3 أسابيع؟ هل روسيا ستغامر بفتح حرب جديدة في ليبيا؟ هل النظام المصري سيدعم هكذا حرب من جديد؟ المؤشرات تقول لا، ولكن عن تريات حفتر وتهديده وهذا التصعيد الكلامي والإعلامي ربما هو من باب القول أن حفتر لا ما زال موجود وأنه رقم طيب مهم وأنه لا يجب تجاوزه في أي حل سياسي، ولكننا نحن نعلم والعالم كله يعلم أنه إذا ما سارت الأمور في اتجاه
حل سياسي شامل ونهائي في ليبيا فانه لن يكون لحفتر اي دور واي تواجد في أكثر. وهذا هو مربط الفرس، الحل السياسي الشامل ودور خليفة حفتر فيه. ما زال بعض أو كثير من الليبيين يقولون بأن هدف فريق خليفة حفتر من الدخول في هذا الحوار السياسي هو الوصول للسلطة، ولذلك تعطلت كل المشاورات الأخيرة التي تتحدث عن المناصب العليا في الدولة. السؤال، هل فعلا يمكن أن ينجح الحوار السياسي بإقصاء خليفة حفتر؟ هل يمكن أن نرى أي حوار سياسي يثمر دون أن يكون خليفة حفتر له دور فيه؟ أعتقد أن العديد من الأطراف الليبية والأطراف الدولية تدفع في اتجاه المضي قدما في حل سياسي. نحن نتكلم عن موعد تم تحديده الانتخابات قادمة بعد سنة من الآن في 24 ديسمبر 2021. نحن نتكلم عن مجلس النواب ما زال يحاول إعادة تنظيم بيته الداخلي وانتخاب قيادة جديدة لمجلس النواب. نحن نتكلم عن المسار العسكري، الاتفاق وقف إطلاق النار يتم تعزيزه من خلال فتح كل الطرق والمطارات وحرية الحركة والتنقل ما بين شرق وغرب ليبيا. نحن نتكلم عن أن بعثة الأمم المتحدة مصرة على المضي قدما في الحل السياسي، وربما بعثة الأمم المتحدة ستأخذ دفعة جديدة ودعم جديد قوي من الإدارة الأمريكية القادمة. كل هذا ماذا يعني؟ يعني أنه تدريجيا سنجد أن حفتر يتم تهميشه ويجد نفسه خارج اللعبة السياسية، وستبرز شخصيات مدنية وسياسية أخرى من الشرق تلعب دور الشريك السياسي في ليبيا. ليس بالضرورة عقيلة صالح، نحن شاهدنا في الأيام الماضية أن برزت شخصيات أخرى من شرق ليبيا تنافس عقيلة صالح على المشاركة السياسية. مثل من دكتور جمعة؟ مثل من؟ يعني مثل شخص مثل المستشار عبد الجواد العبيدي. يعني هذا الشخص هو من نفس قبيلة عقيلة صالح، ولكنه برز وقام بإبراز نفسه كمترشح يريد أن يتم اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي أو لعضوية المجلس الرئاسي، وهو يختلف ويتنافس مع عقيلة صالح. هناك شخصيات أخرى من مدن أخرى في شرق ليبيا. النسيج الاجتماعي والمدني والسياسي في ليبيا أوسع بكثير وأغنى بكثير من اختزال شرق ليبيا في شخص فقط عقيلة صالح كواجهة مدنية سياسية، ناهيك عن اختزاله في شخص خليفة حفتر وهو مجرم حرب. وبالمناسبة محكمة الجنايات الدولية الأيام الماضية أرسلت البعثة الثالثة للتحقيق في جرائم الحرب في ترهونة وفي طرابلس التي ارتكبها خليفة حفتر. يعني في 6 أشهر محكمة الجنايات الدولية أرسلت 3 بعثات تقصي وجمعت الأطنان والأطنان من الأدلة والوثائق على جرائم حرب حفتر. فهل سنجد مجرم هكذا يكون شريك سياسي يقبل به الليبيون؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الوقت ليس في صالح حفتر. هو الآن قارب من 80 في العمر، وسنجد أنه تدريجيا سيتلاشى ويخرج من المشهد بإذن الله. شكرا لك المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق إلى المغرب دكتور جمعة القماطي، كنت معي عبر سكايب.